السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثانية من Excel 2013 Lecture 2 Lecturer Zian Dusan. مثل ما بدأنا في المحاضرة الأولى أخذنا مقدمة عن الإكسل وكيفية أخذنا واجهة الإكسل وكذلك كيف تحديد الأعمدة وال الصفوف. الآن إذا أضفنا بعض البيانات وأردنا إضافة تنسيقات مشروطة لها فممكن عن طريق conditional formatting. conditional formatting is easily spot trends and patterns. بسهولة ممكن طبع النقاط أو الاتجاهات and patterns الأنماط in your data using طبعها لبياناتك باستخدام البارز الأشرطة or colors or icons and icons to visually highlight important value. الغرض منه هو تسليط الضوء على البيانات المهمة. بمعنى إذا كان عندي مجموعة من البيانات وتلاحظون هذه conditional formatting وعندنا ممكن نضع لها highlight cell rule حسب قاعدة معينة، فنختار بشكل bar or color أو نختار هذه rules إنه greater than ممكن نضع شرط معين، أما إذا كان أكبر من 50 ممكن تلونها باللون الأخضر أو أقل من 50 تلونها باللون الأحمر. راح نلاحظ هذه البيانات اللي موجودة عندنا. أول شيء نظلل هذه البيانات، بعدها من هوم تاب و ستايل جروب نختار conditional formatting. لاحظوا راح نختار احنا highlight cell rule greater than، فراح نضيف شرط معين greater than اذا اكبر من هذا الرقم، مثلا اكبر من 80 راح نضيف شرط اكبر من 80 اوكي with light red fill with dark red text. اذا لون لي هذه ظللها بلون أحمر فاتح والأرقام الأحمر الغامق. ممكن أختار ألوان معينة أخرى green yellow. لحظة لا أخذنا green وكليك on okay. لحظة نظللت الأرقام اللي أعلى من 80 راح تظلل بلون معين. فهذا شنو يسلط الضوء أو بصريا أنت ممكن تجذب انتباهك لي مجموعة من البيانات. أنت مثلا أن عدد كبير من مثلا 1000 طالب عنده، أريد من هذه 1000 طالب فقط الناجحين ألونهم باللون الأخضر، الراسبين باللون الأحمر، تنسيق مشروع. كذلك لا تلاحظون إذا ظلل هذه البيانات نذهب إلى conditional formatting نختار ممكن أن نميزها عن طريق البارز، لأن إحنا اختاريناها highlight cell greater أكبر من 80 أريدها أقل من 50 لونها باللون الأحمر، أريد الأرقام اللي بين 60 و70 لونها باللون الأصفر between أو equal to. إذا أريد الرقم كل رقم ماخذ 100 لون ليا باللون الأخضر أوكي راح ينطيني تنسيق مشروط. كذلك ممكن ننسقها عن طريق البارز اللي موجودة هذه البارز، وممكن ننسقها لاحظوا بشكل أشرطة راح تكون، فأعلى قيمة هي تأخذ الشريط الأطول، بعدها الأقل 77، بعد 67، والأخير اللي هو 56. هذا يسمى التنسيق المشروط. الآن working with row and column. Although the number of row and column is fixed، إحنا قلنا عدد الأرقام الأعمدة أو الصفوف هو ثابت، لكن هل يمكن أن نضيف؟ You can still insert row and column if you need to make room for additional data. إذا عندك بيانات إضافية تريد توفر مساحة لها فممكن أن نضيف عمود أو صف، ممكن أيضا تحذفها، ممكن أيضا or delete rows or column or hide them، ممكن تخفيها from home tab cell group there is a command can be used to insert row or column. Select row below where you want the new row appear. Click insert command in the cell group on home tab the row will appear. Also to insert إذا نريد نضيف
صف معين، نقف على الصف أسفل هذا الصف، فرح ينضاف الصف الجديد إلى الأعلى. كذلك إذا نريد نضيف عمود to insert column select the column to the right of where you want the column appear. Click the insert command in the cell group on home tab the column will appear. فكذلك إذا تريد تضيف عمود نقف على يمين هذا العمود فرح ينضاف هو على اليسار. سؤال للطلاب اللي عندهم حاسبة طبعا واحنا راح نجاوب عليه ايضا، لو كان اتجاه كتابتي من اليسار اوكي راح اقف على يمين العمود ويطلع لي العمود الجديد الى اليسار، لكن لو كان اتجاهتي الى اليمين اتجاه الكتابة اين اقف، الى اليمين او الى اليسار حتى اضيف؟ هسه نجاوب على هذا السؤال. طيب احنا قلنا نريد نضيف صف بين الرابع والخامس، فاذا نقف اسفل هذا العمود على الخامس نروح على insert، راح يكون insert بما انني فعلت الصف راح يضيف insert sheet row اوكي، كليك على insert sheet راح يضغط الى الاعلى. كذلك اذا اريد نضيف عمود بين البي والسي نقف على السي ينضاف إلى جهة اليسار، لكن إذا كان اتجاه الكتابة من اليمين أين راح ينضاف؟ أين نقف؟ أوكي insert insert sheet column راح ينضاف إلى جهة اليسار. أوكي كذلك إذا نريد هذا العمود نحذفه، فممكن أيضا نحذف هذا العمود عن طريق delete row and column. To delete row select the row that you want to delete from home tab insert command in the cell group click delete sheet row. You can also delete by right click the row header. Also to delete column select the column that you want to delete from home tab insert group in the cell group from home tab insert command in the cell group click delete sheet. You can also delete column by right click the row header. نطبق هذا على الاكسل اوكي. اذا نريد نحذف هذا العمود سي لاحظوا نظلل هذا العمود نقف على الهيدر راس هذا العمود نظلله، بعدها from home tab cell group نختار منه delete اوكي delete column. كذلك اذا نريد نحذف صف نظلل هذا الصف من هوم تاب سيل جروب نختار منه ديليت رو راح ينحذف هذا الصف. موديفاين كولوم روز اند سيلز اذا نريد نجري تعديل على هذا العمود في عرض هذا العمود او في ارتفاع هذا الصف، الغرض من هذا التعديل هو لاحتواء البيانات. ممكن تكتب كتابة معينة تكون أكبر من هذه الخلية فنريد نحتويها، أما نسحبها حتى نقوم بتكبيرها أو طريقة آخر auto fit row or column حتى نعمل لها زيادة في عرض أو ارتفاع هذا العمود ارتفاع الصف. Okay. To change column width position the cursor over the column line in the column heading and double arrow will appear. فنضع الكرسر على هذا العمود المراد زيادة حجمه على الخط خط هذا العمود حافة هذا العمود و راح نلاحظ السهم مزدوج راح يظهر. left click باستخدام الكليك اليسار للماوس and drag the cursor to the right to increase the column width or to the left to decrease the column width. Number 3 release the mouse button. لاحظوا هذا العمود إذا أردنا زيادة حجمه نقف على حافة هذا العمود أوكي ونبدأ بالسحب إلى اليمين لزيادة الحجم وممكن إلى اليسار لتقليل الحجم. أو هناك طريق آخر or left click the column heading of a column you would like to modify the entire column will appear highlighted. Click the format command in the cell group on home tab a menu will appear. Select
auto fit column width to adjust the column so all the text will fit. هناك طريق آخر ممكن من format من home tab format ممكن نختار auto fit column width. لحظة الآن رح نكتب كمبيوتر سلاح الكتابة ظهرت أكثر من الخلية اللي عندنا أكثر من الخلية تجاوزت إلى الخلية المجاورة حتى يحتوي هذا العمود. إحنا ما ممكن كل ما أكو كتابة أكثر نسحبه لا، وإنما نجعل هذا العمود يحتوي الكلمات اللي موجودة. فمن هوم تاب أوكي سيل جروب نختار فورمات من فورمات أوتو إحنا إيش عندنا عمود فإذا أوتو fit column width لاحظوا أصبح زيادة بحيث احتوى هذه الكلمة. إذا طريقتين عندنا، أما ممكن يحتوي الكلمة عن طريق نسحبها عن طريق الحافة اللي موجودة في هذا العمود أوكي أو عن طريق format ونختار منها auto fit column width. كذلك إذا أردنا change the row height position the cursor كذلك إذا ارتفاع الصف كذلك إذا كان عندنا كلمة أكبر من هذا الصف ممكن حتى يحتوي position the cursor of the over the row line you want to modify and double click arrow will appear left click the mouse and drag the cursor upward to increase highlight or downward to upward to decrease the row height or download to increase downward to increase the row height بمعنى انه حتى نزيد الحجم حتى زيادة الحجم نحرك المؤشر الى الاعلى حتى تقليل الحجم للصف والى الاسفل زيادة حجم هذا الصف. كذلك ممكن طريق اخر auto fit من فورمات هوم auto fit row height to adjust the row so that all the text will be fit. لاحظ هذا إذا عندنا هذه الكتابة أوكي وأيضا ممكن زيادة حجم هذا الصف لاحظ ممكن زيادة حجم هذا الصف أوكي ممكن تقليل هسه أنا صغرته ممكن نكبره حتى تلاحظون يحتوي هذه الكتابة. طيب إذا كان صغير حتى يحتوي هذه الكتابة هناك طريق آخر إنه من فورمات من هوم تاب سيل جروب فورمات أيضا أوتو فيت رو كولوم فحتى يظهر لنا تكون الكتابة محتوية داخل هذا الأوتو فيت رو هايت أوتو فيت رو أوتو فيت رو هايت أوكي لاحظوا حتى تحتوي هذه الكتابة ساني سويتها أصغر من الكتابة اختفت فحتى تحوي هذه الكتابة أوتو فيت رو هايت يحتوي لنا هذه الكتابة اللي موجودة. كذلك ممكن نعمل إخفاء لهذه الصفوف أو الأعمدة Okay, you can hide row and column within a worksheet. Hidden row and column do not appear in the print layout. بعض الأحيان ممكن نعمل جداول معينة أثناء طباعتها نريد نخفي عمود معين أثناء الطباعة. هل ممكن أمسح هذا العمود؟ لا، ممكن أخفيه فقط أثناء الطباعة. نرجع بعدها نظهر هذا العمود ونكمل جدولنا. Select the row or column that you want to hide on home tab in the cell group. Click format button point to hide and unhide. You can hide row and hide column by right click also. Okay. هذا العمود إذا أنا عندي طباعة هذا الجدول لكن عمود B لا أريد أن يظهر في الطباعة. Okay. نظلل هذا العمود ومن format نختار hide. Okay. Hide column. يختفي هذا العمود لاحظوا فاحنا ممكن نرجع عملية الطباعة بعدها
أريد أظهر هذا العمود بعد أن طبعت هذا الجدول بدون ما أمسح العمود اللي أنا أريده، فقط أخفيته. ممكن من فورمات أيضا أوتو هيد هايد أن هايد، ممكن نختار أن هايد كولوم، راح يظهر مرة ثانية عندنا هذا العمود.